إنجاز طبي مميز في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث أجريت أول عملية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وشرق ووسط أوروبا، وهي زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لامرأة في العقد الثالث من عمرها تعاني من الإصابة بالتصلب المتعدد. جهاز الحفز العصبي هو جهاز يبث ذبذبات كهربائية بسيطة للأعصاب المراد تحفيزها أو إعادة برمجتها، وفي حالة المريضة الجهاز يوجه عن طريق تحفيز عصبي للأشعة للأعصاب العجزية عند منطقة نسميها العصب العجزي الثالث. الغرض منها تحفيز وتنظيم عمل العصب وإعادة تهيئة وتشغيل أعمال المثانة والقولون في حالات الإصابة برضو باضطرابات القولون أو سلس التبرز. تنقسم العملية إلى مرحلتين، تبدأ الأولى بتجربة زراعة سلك يتم إيصاله عن طريق جهاز خارجي يتم ربطه بالمريض لمدة أسبوع إلى 4 أسابيع بحسب استجابة المريض. تستغرق هذه العملية عادة ما يقارب الساعة تحت التخدير إما الموضعي أو التخدير الكامل، لكنها عادة جراحة اليوم الواحد. وبعد نجاح أعراض نجاح التجربة عن طريق تحسن أعراض المريض بما يفوق 50% واستجابة المريض وإحساسه بالارتياح مع الجهاز، يتم زراعة الجهاز الحفز أو المنظم الرئيسي في عملية عادة لا تستغرق أكثر من نصف ساعة، وهي أيضا عن طريق عمليات جراحة اليوم الواحد. يمكن بقاء الجهاز في جسم المريض 15 سنة دون الحاجة إلى استبداله، بالإضافة إلى قابلية الشحن أسبوعيا. شيماء الزهراني، الإخبارية، الدمام.